انا ليه قلت الزمالك برضو اداؤه مش متوقع النهارده؟ كنا كلنا متصورين ان الزمالك هيبقى اقل من الاهلي النهارده. مدرب لعب ثلاث مباريات قبل المباراه دي، بس ثلاث مباريات لسه بيستكشف اللعيبه. شفنا ده في الثلاث مباريات بيغير كتير جدا عشان يبدا يبص على اللعيبه، عكس الاهلي اللي عنده مدرب بقاله سنه ونص بيحصد كل البطولات تقريبا. الفرقه واقفه على رجلها حتى لو فيها نواقص بسبب الاصابات، بس الاهلي كان له الافضليه على الورق. ولكن الزمالك النهارده زي ما كان كمان جوزيه بيسيرو من شويه كان معايا قال لي الزمالك قدم مباراه افضل من الاهلي وكان يستحق الفوز. عايز اقول برضو مبروك للنادي الاهلي فوزه بكاس مصر، وهارد لك لنادي الزمالك وجماهيره. النهارده زي ما انا بقول لحضرتك وزي ما قال الكابتن احمد ان في قرايه كويسه للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي دايما من اهم مفاتيح لعبه الباكين سواء كان محمد هاني او علي معلول حسين وبيرسيتاو. هتلاقي النهارده الانتاج الفني بالنسبه لبيرسيتاو وبالنسبه لحسين اقل بكثير من المتوقع. النهارده برضو علي معلول ومحمد هاني، لان كان مصطفى شلبي وكان موجود زيزو، الاثنين كانوا على محمد وعلى هاني اثنين مفاتيح لعب كويسين جدا. عبد الله السعيد النهارده مع يوسف اوباما، الاثنين التمانيتين بتوع نادي الزمالك كانوا دايما ضاغطين ضغط عالي على الاثنين بتوع النادي الاهلي سواء كان كريم وليد او عمرو السوليه. فاصبح لنادي الزمالك افضليه في الاستحواذ لان كورته كانوا بيلعبوا كره سريعه، وصلوا من عن طريق الاطراف كويس او سواء كان على مصطفى او عند زيزو. كان بس يعني انت لو شفت الشوط الاولاني يا كابتن كريم هتلاقي هم كورتين اتنين لنادي الزمالك كان فيهم خطوره كبيره جدا بتاعت زيزو شالها مصطفى، والاخيره اللي هي في الشوط الثاني بتاعت سيف لا في الشوط الاولاني في اتنين كره عرضيه من كره فتوح وشالها مصطفى. هتلاقي بخلاف ذلك هو استحواذ في وسط الملعب افضليته للزمالك، انما ما كانش فيه مردود فني كبير جدا من النادي الاهلي النهارده، لان معظم مفاتيح النادي الاهلي النهارده تم الغلق عليها، اغلقوا المساحات كويس قوي لعيبه نادي الزمالك. فهتلاقي الانتاج الفني يعني حتى لما كان بيجيب لك المساحات اللي تم اشغالها والمناطق اللي تم اشغالها في الملعب كله، هتلاقي ان المنطقتين الخضر اللي ما تمش الشغل فيهم كتير جدا، هتلاقي الطرفين بتوع النادي الاهلي ما تمش العمل فيهم تماما، وكانوا اقل انتاجا من المباريات اللي فاتت. فده ادى افضليه لنادي الزمالك وكانوا الاقل. انما مباريات الكؤوس والنهائيات دايما تكسب ولا تلعب. الكورتين اللي وصل بهم النادي الاهلي وكان فيهم شغل فني لما نزل قفشه، يعني النهارده قفشه احرز هدف وصنع هدف. صحيح. النهارده امام عاشور احرز هدف وصنع هدف. لما نزل قفشه بدا يبقى فيه حلول للنادي الاهلي. بخلاف كريم مع كل المجهود اللي بذله، امام برضو، عمرو السوليه لما برضو كان بيزيد كان بيبقى فيه افضليه ومساحات لعب فيها نادي الزمالك. طيب.